جرى اتصال هاتفي مساء اليوم بين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة تم خلاله تبادل التهاني وتبركات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك دعين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين باليمن والبركات كما أشاد سموهما بعمق روابط الأخوة والمحبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما يشهده التعاون بينهما من تطور ونماء على مختلف الأصعدة.